أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون. صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به أخذ الأسباب المشروعة. إخواننا، إذا ما تختبروا ما تراجعوا، مثل الذي يحفر في البحر، تعرف الذي يحفر في البحر مجنون، لا يستفيد شيئا. ما الفائدة؟ تحفر هنا لا تراجع ولا تنقط ولا تفتح اختبار، لا فائدة، والله ما في فائدة من الدرس. لابد تراجع، تضبط، تحفر. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث أشياء دون الذهاب إلى الطبيب ودون شرب العسل ودون الحجامة مثلا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الثلاث أشياء عن بقية الأشياء؟ نعم، تحقيق التوكل. صحيح. ها، نعم، يقول: لأن الناس يتعلق بهذه الأشياء حتى يعتقدوا أنها ليست بأسباب. لأن بعض الناس يمرض ويأتي هذا قال: اسمع، اذهب لفلان راقي، لو يقوم فيك ما يقوم، اذهب إلى فلان يقوم. وفي الجاهلية كان عندهم قبائل معروفة بالتطير، إذا تطير لهم هذا لا يمكن يرقوا ما تطير لهم به. نعم، ولهذا خص هذه الأشياء لأن الناس يتعلقوا بها أكثر من كونها أسرار. تمام. طيب، بعد هذا بدأ المصنف رحمه الله، قلنا بتفسير التوحيد. لماذا جاء المؤلف بتفسير التوحيد؟ أمس قلنا لماذا جاء بالباب الثالث تفسير التوحيد؟ إنا لله. نعم، ما شاء الله. نعم، بعد أن ذكر لك وجوب التوحيد وتشوقت إليه ولا بد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه، الآن بدأت الكتاب، وقلنا هذه كالمقدمة لكتاب التوحيد. الآن بدأ يشرح لك التوحيد من هذا الباب إلى نهاية الكتاب، لأنه قال فيها في المسائل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. تمام. إذا نحن الآن، الله يرضى عنك، شيل التليفون هذا، ارفع ضعه في جيبك، وضع الطيران. نعم، تفسير التوحيد في هذا الباب، المؤلف رحمه الله فسر التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. ما هو العلم؟ تقول ضد الجهل، القيام ضد القعود، صحيح؟ الظلمات والنور، بضدها تتبين الأشياء. ذكر الشرك في الدعاء، وتقدم معنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله، شرك أكبر، صلى صام حج لغير الله. دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين: فيما نقدر عليه الله صرف لغير الله شرك أكبر، فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. الشرك في الدعاء، ثم ذكر الشرك في ماذا؟ من يعرف؟ بعد الشرك في الدعاء ذكر الشرك في أشياء. ها، في المحبة. ومن الناس من يتخذ، من الناس يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا شبهاء ونظراء مثلا يصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله. المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول محبة مع الله، شرك أكبر، يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله. القسم الثاني من المحبة محبة واجبة. القسم الأول محبة مع الله، شرك أكبر. القسم الثاني محبة في الله أو لله، واجبة من أوثق على الإيمان. من تحب في الله؟ تحب العمل والعامل والأزمنة والأمكنة، تحب العمل الشريعة، توحيد، الصلاة، الصيام. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولو عمل به كفر. الشريعة. الثاني تحب العامل، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة عليهم السلام، الصالحين، الأولياء، أئمة الإسلام، طلاب العلم. نعم، كل مسلم لابد يحب.
الثالث أجمع يحبه الله، ثلث الليلة الآخر، ليلة القدر، رمضان، أمكن يحبها الله سبحانه وتعالى، المساجد مكة والمدينة، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. تمام. ضد هذا البغض في الله، لأن بعض الناس يقول من أبغض في الله، عمل وعامل وأزمنة وأمكن. تمام. الثالث من أقسام المحبة محبة طبيعية جاهزة، بشرط لا تقدم على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يحب الزوجة، يحب الأولاد، يحب الوالد، يحب الوطن مثلا، لا إشكال إذا لم يقدم هذا على محبة الله. تمام. الثالث الطاعة، ذكر الشرك في ماذا؟ في الطاعة. اتخذوا أحبارهم، يقال حبر ويقال بحر، تقول شيخ الإسلام حبر ممتلئ علما، أو بحر يعني من السعة، مفهوم؟ أحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم يعني عباده، أربابا يعني قدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. شرك في ماذا؟ في الطاعة. في القديم اتخذوا أحبارهم علماء ورهبانهم عباده، في هذه الأيام يقول الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله اتخذوا من لا يعرف لا بالعلم ولا بالصلاح بالتقوى بالعبادة، بل هم يحكوا عن هؤلاء الكفر والفسوق وترك الطاعات، وأن يقوم بالناس عريان ويشرب الخمر، ويقول هؤلاء أولياء الله كذبوا والله، مفهوم؟ فقال الذي يعتقد في الصالح هذا أصح ممن يعتقد في الطالح الذي يشهد عليه وعلى فسقه صلى الله عليه وسلم.